الطبيعية المختلفة وخصوصا الأنشطة التصنيعية والأنشطة اللي نقدر إن إحنا ناخد من الطلاب بتوعنا أكثر ما ممكن يطلعوه من طاقات في مجالات مبدعة زي الكمبيوتر والمعلومات. إذا اليوم خلال شهر أكتوبر واحتفالنا بمرور 45 سنة على حرب أكتوبر المجيدة، المكان وهو العاصمة الإدارية الجديدة، التكليف هو تنفيذ احتفال سنة رئيس الجمهورية بالاعتناء بالنشر واحتضان كل المواهب المصرية في كل التخصصات، التنظيم الرائع من جامعة عين شمس واحتضانها لهذا الإقامة وتنظيم المؤتمر وتنظيم الرالي بالشكل الجميل، وجود زملائنا الإعلاميين من كل القنوات، وده بالنسبة لي حاجة مهمة جدا، لأن احنا عايزين النهاردة نوري المجتمع المصري والمجتمع العالمي ان احنا نستطيع ان احنا ننظم رالي بهذا القدر من الحرفيه، وازاي احنا عندنا طلبه مصريين بامكانيات بسيطه جدا قدروا ان هم يعملوا حاجه ان شاء الله كلنا نبقى فخورين بيها، ودي بدايه ان شاء الله في خلال الشهور القادمه الولاد دول نقدر ان احنا نصل الى مرحله التصنيع. الغايه او الوسيله اللي احنا بنعملها عشان نصل للغايه بتاعتنا هي ان يكون في سياره مصريه كهربائيه كامله في السوق عندنا.